السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ايه تسألوني ما هذا؟ هذه لعبة البي اكس دي، لعبة يلعبها الأطفال والكبار، فمثل هايدي جيمر، ياسمين جيمر، مياوي مياوي، راموس. فقلت لما لا أشارك في هذه اللعبة وأصير يوتيوبر في هذه اللعبة الجميلة. هنا دخلت لهذه الغرفة فأخذوا مني كل الملابس، فعليا أنا لا أعرف، فقمت بالدوران الدوران، أختار حذاء أصفر، حذاء أحمر، شكلي بالصلعة ولابس الهدوم البيضاء دي. المهم جاتني رسالة، شخص يسألني أين أنت فين، فقلت له أنا أقوم باللعب، فلم أرد علي على الواتساب، ما علينا. المهم أخذت حذاء أسود، بحب اللون الأسود، هل تحبون اللون الأسود؟ من يحب الأسود؟ فيقول لا أنا أحب الأسود، أنا أحب الأسود والأزرق. فقمت بالعدو بالعدو وأنا أجري أجري أجري، أخذت شفت الكاسكت تبع القبطان، عاوز أصير قبطان. نعم معرفش مين دي، اسمها أموكس. أموكس دخل هنا، شكلهم بيقلعون الهدوء، ما علينا. انا خرجت من اللعبة كده ورحت عشان اشوف هايدي. هايدي احلى يوتيوبر مصرية في اللعبة دي، وهتصير ان شاء الله هي كمان يوتيوبر في البي اكس تي. اهو هي هايدي كمان اخذت لي صورة وكنا مبسوطين وفرحانين، وهو رأسنا وضحكنا وديجا حدة بوسة كده صغيرة وفرحانين. وعلى فكرة هي ركبتني في الدراجة وراحت معي لبيتي، وانا بيتي صغير كده كده، بس ان شاء الله اصير يوتيوبر كبير واصير مشهور في اللعبة دي. المهم انا كنت مبسوط، هي مبسوطة، كلنا مبسوطين وعاملين حفلة، وانا بقري 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 ورايا دا قط. انا معرفش اشتريت امتى القطة، فقط اشتريته. المهم ما علينا اخوان اخواتي، اللعبة دي لعبة جامدة اوي وحلوة اوي 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 وانا هعمل كده، وانا بقولها تعالي ناخذ سيلفي كده، وهي اخذت سيلفي انا وياها. بس حلو سيلفي صراحة، كنت مبسوط وكانت اللعبة حلوة وفي حاجات كده رأسنا وقرينا وما اعرفش. المهم يخرب بيت الواتساب ده، بيجيني رسائل منها، ما علينا. لو مو مشترك في القناة اشترك في القناة عشان نوصل 100,000 ان شاء الله اقرب وقت. لما سير اليوتيوبر هديكم كوبونات وهديكم هدايا كتير. طب تعال هنا بناء الاس بناء الاس بناء الاس، يا حلاوة. وانا عامل اعمل رأسة الدقاقة دي، رأسة الدقاقة دي، شفت رأسة الدقاقة كم حلوة. وانا برقص برقص برقص، يلا خليكم مع الفيديو، احلى مشاهده وانا هو تابعها وما عرفش طاير من الفرحه. يا سلام هيدي 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 جيمر، وشكرا لكم. وانا شريت حاجه مش فاهم ايه هي، بس شريتها وراحت مني 500 دولار على الحركه دي، يعني دي حركه الواحد يعملها. وانا بقى اشتريت الدقاقه دي وهيدي مبسوطه، كلنا مبسوطين. فاذا على العموم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم، وخليكم مع الفيديو بأي فيديو. It's gorgeous.
واه Thank you.